السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أخوكم محمد أبو حمزة جابر عثرات الكرام. تاريخ نشر اليوم الثلاثاء، عفوا السبت، 30/7/2022، 1 محرم 1444. يا جماعة الخير، سؤال يتردد بذهن الكثيرين، يا أخي أبو حمزة عم يجينا موعد تحديث البيانات الساعة 7 الصبح، إذا رحنا بعد هالموعد هذا يستقبلونا؟ يا أخي والله تواصلوا معي مئات الناس وراحوا بعد هذا الموعد ورجعوهم. يا جماعة الخير نصيحة، روح قبل موعدك بساعة، كون موجود هناك أنت وعائلتك. للفرد لحاله وللعائلة لازم كل أفراد العائلة يكونون معك. يعني أنا لخصت هذا الكلام يا جماعة الخير، الناس اللي عم يجيها موعد تحديث البيانات 7:30 الصبح، يا أخي روح كون هناك الساعة 7:30 دقيقة، الموظف راح يرجعك. هذا الـ يعني السيستم اللي صاير حاليا بضمن إدارة الهجرة، عم نحكي باسطنبول طبعا، بيزيد أكثر شيء. فنصيحة يا أخي الكريم، إذا تعرف حالك ما توصل قبل هذا الموعد لا تروح، لأنه راح يرجعونك. سلطان بيلي، أمسيات واحد من الشباب راحوا عائلته، موعده الساعة 2 الظهر، رايح الساعة 10 الصبح، ما دخلوا لحتى إجا موعده. فيا جماعة الخير نصيحة، روح على موعدك النظامي قبل الموعد بساعة، كون هناك. طبعا الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات هو صورة الموعد للفرد إذا كان فردي، يعني إذا أنت شاب تحجز حجز فردي، إذا عائلة لازم تحجز لكل أفراد العائلة. طبعا إذا بدهم يحدثون، طبعا أب بده يحدث لحاله دون العائلة يصير، ولكن يا أخي أنت رايح الأفضل حدث لكل العائلة. ترجمته وترة الإثبات الشخصية السورية، هوية السورية، إخراج غيت، في حال غير موجودات واحد يسوي ضبط بضياع الإثبات، يعتبر إثبات شخصية. سندات إقامة من الإيدولات أو من المختار، ترجمته وترة إثبات السوري، إثبات الزواج السوري. إذا عندك دفتر عائلة سوري بدك ترجم وتنوتره كاملا، عندك دفتر عائلة تركي ما في داعي تترجم الإثبات السوري. طبعا جواز السفر يعيض عن الترجمة والنوترة للإثبات الشخصية. الأطفال اللي انولدوا ضمن الأراضي التركية بدك تأخذهم شهادة ولادة من النفوس. إيش في عندك؟ شهادات للاندماج، شهادة حرفية، شهادة دراسية، نصيحة خذها معك. وحاليا راح أسمعكم تجربة أحد الأخوة، كان موعده 7:30 الصبح، راح ورجعوه. السلام عليكم، عمي أبو حمزة الملك، الله يعطيك ألف عافية. مع عمي أنا حبيت والله خبرك مشان تعمل تنوية العالم، مشان ما حدا ينضر بخصوص مواعيد بيزيد أو غيره وغيره. وأنا بحكي الله بالضبط على موعد بيزيد. مع عمي أنا رحت قبل العيد مشان حجز موعد تحديث بيانات، أنا دا أنقل زوجتي، فقالوني ما في سيستم، عطوني موعد جديد، سنيت موعدي الجديد وأتأخرت على موعدي بس نص ساعة، عيدني إنه بـ7:30، تأخرت على موعدي بس نص ساعة، أم قالوا لي رجع ومثلي كتير، أنا يعني بـ7:30 أنتوا عم تعطونا موعد، يعني إيشو نجي نساوي هون يعني بـ7:30؟ قال ما لكم علاقة، أنتوا تاعوا بالـ5 مندخلكم. شايفين، سمعتم بإذنكم يا جماعة الخير إيش اللي صار مع الشاب؟ الشاب موعده 7:30 الصبح، راح الساعة 8 الصبح، فرق نصف ساعة، رجع الموظف قال له رجع خذ موعد جديد، والمواعيد عم تطول شهر وشهر ونص وشهرين. يا جماعة الخير لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة مثل ما يقولون. نصيحتي أخي خلي أمورك نظامية، عائلة احجز لكل أفراد العائلة فردا فردا بحجز عائلي، شاب لحالك مثل ما ذكرت لكم. جزاكم الله خير، حاولت أني أوصل لكم هاي الفكرة، إن شاء الله تكون وصلت. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. شاركوا هذا الفيديو لكل شخص سوري أو عراقي ضمن الحماية المؤقتة متواجد على الأراضي التركية ليستفاد الجميع. أي سؤال أي استفسار اترك تعليقك أسفل هذا الفيديو. أتمنى الأشخاص اللي مو مشتركين بالقناة يشتركون، يعني في عندي بحدود 89% غير مشتركين، يعني بحدود 89,000 شخص يشاهدوا الفيديوهات والقناة لكن غير مشتركين. أتمنى أنه يشتركوا دعما لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.